دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية. مساء الخير يا فندم. إيهاب بيز حضرتك، أهلا وسهلا دكتور. كنت متألق يا أستاذ إيهاب، أهلا بسيادتك. دكتور حامد، يعني امبارح العراق ومفاوضات الفصائل الفلسطينية على مدار يومين، النهاردة الأردن، السعودية مكالمة مع الرئيس عباس، هنقول تفاصيلها لسه. هذا التحرك الدبلوماسي الجبار المتسارع داخل القاهرة فقط من أجل تنشيط القضية الفلسطينية، ولا رؤية حضرتك إيه؟ أهلا بك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أستاذ إيهاب، تحياتي وتقديري لحضرتك. طبعا يعني نشاط مكثف من القادة السياسية المصرية. القادة السياسية المصرية بتعيد صياغة العلاقات العربية العربية. الرئيس السيسي يعني وضع أطر جديدة وبيحاول أن ينمي العلاقات العربية ويقوي الموقف العربي. لأول مرة منذ مدة طويلة ومنذ عقود نشاهد رئيس بحجم ومكانة الرئيس السيسي اللي بيحاول ترتيب البيت العربي ومحاولة يعني القضاء على الصراعات الداخلية في الدول ومحاولة دعم الدول في كافة الأقطار العربية، سواء في العراق أو في الأردن أو في فلسطين أو حتى على مستوى العلاقات المصرية السعودية. كل ذلك بيؤكد على اهتمام القيادة السياسية ليس فقط بالقضية المركزية والقضية الأولى للأمة العربية والقضية الفلسطينية، ولكن مع للتعاون مع كافة الدول في كافة المجالات. اليوم كان في زيارة مهمة جدا، زيارة السيد المحترم بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، ودي مش أول زيارة منذ تولي قيادة فخامة الرئيس السيسي حكم البلاد أو صعوده لسدة الحكم في 2014. أكثر من 23 زيارة متبادلة ما بين مصر والأردن طبعا. وده بيؤكد على متانة العلاقات الأردنية المصرية. أيضا التعاون الاقتصادي المثمر، يعني قفزت الاستثمارات ما بين مصر والأردن لأكثر من 2 مليار دولار كاستثمارات غير مباشرة، واستثمارات مباشرة تعدت المليار دولار، وهذا بيؤكد على أن هناك رؤية عميقة للقيادة السياسية المصرية في تعظيم الدور العربي ومحاولة أن تكون مصر دائما وأبدا هي محور وقلب الأمة العربية. طبعا ده غير لسه النتائج بقى اللي هنشوفها لتحالف الشام الجديد، مصر والأردن والعراق. لكن خليني أسأل حضرتك عن تزامن ده مع وجود إدارة أمريكية جديدة. كثير من المشاكل كان المحللين بيقولوا لنا مش هتتحل ولا يتخذ فيها موقف إلا بعد الإدارة الأمريكية الجديدة، زي مشكلة ليبيا، زي القضية الفلسطينية، زي حاجات كتير. طبعا يعني القيادة الأمريكية السابقة كانت هناك رغبة أكيدة لوقت القضية العرب المركزية، القضية الفلسطينية، وظهر ذلك جليا باعتراف بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، ثم بعد ذلك نقل السفارة. وأيضا كان ليس هناك رغبة حقيقية من الإدارة الأمريكية في التدخل في مشاكل الشرق الأوسط، وكانت تستغل تركيا ككلب للإيجار أو مسدس للإيجار لتنفيذ مخططاتها في منطقة الشرق الأوسط، كما حدث في الشقيقة ليبيا عن طريق حكومة فاز السراجة التي يعني الحمد لله تورط عن المشهد السياسي وجاءت حكومة جديدة، وهناك تنسيق كبير الآن ما بين القاهرة وما بين المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الجديدة. وشاهدنا أيضا أن في كان في المسار الدستوري في الغردقة، وده بيؤكد على تنوع بشكل عميق للمشاكل القومية العربية، سواء في ليبيا، سواء في الأردن، سواء في فلسطين، سواء في كل المحافل العربية. القادة السياسية المصرية بتعيد صياغة الأمة، بتعيد صياغة المنطقة العربية برمتها. جزيل الشكر دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية.